تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر، هكذا ومنذ لحظات أعطت إشارة البدل لانطلاقة شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية مع هذه التحديات المثيرة ومع هذه الانطلاقات الرائعة. الشوط الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وهو شوط خاص بالإذاعة الإبكار المحليات الأصايل، ننطلق بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة ورهني اللي قادت المجموعة في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من ينطلق أيضا بالصدارة وبالمقدمة، ومتابعة سلطان بشر الخاطري من أعلن هذا الانطلاق، من أعلن هذا الاندفاع مع اللحوق، مع اللحوق أيضا مع هذا الانطلاق والاندفاع المثير والرائع. نتابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام والتحديات، التحديات المثيرة، الانطلاقات الرائعة. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى التسلل، أرى التسلل في هذه اللحظات من شخصية من بدأت تتسلل مع المركز الثاني، السعيد بن سالم بن علي الغيلاني، من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق ومع المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، القدوم من سمحة حمد بن يوعان بن حمد الشامسي، من أعلن هذا الانطلاق المثير، ومع المركز الرابع، المركز الرابع، نتابع دوشة، نتابع دوشة مع المركز الرابع بتحديات خليفة بن سيف بن محمد المنصوري. الأربع المراكز الأولى اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين، ومع المركز الخامس وصول حفلة لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد، من يتابع انطلاقة حفلة مع المركز الخامس. سادس التحديات، نتابع الوارية التابعة لهجن ند الشبا ومتابعة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب، ولكن إذا انطلقنا مع المركز السادس، مع المركز السادس بأرى التسلل، أرى التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام، أو سابع المراكز القدوم من الشكلة لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، من أعلن هذا الانطلاق المثير، ومع المركز الثامن، المركز الثامن متعبة عوض بن عبيد بن رشاشة، من يتابع هذا الانطلاق المتميز والاندفاع المثير لمتعبة، من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز الثامن. تاسع التحديات، القدوم من ملوح راشد بن علي بن خليفة الرميثي، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر مع المركز العاشر الانطلاق من وبرة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم حميد بن سيب بن بدر العليلي، متابعا منطلقا مندفعا بهذا التحدي المثير والرائع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء، النداء الأول، أكملنا للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والتغييرات، التغييرات مستمرة. نتابع دوشة، نتابع دوشة اللي انطلقت بالصدارة خليفة بن سيف بن محمد المنصوري، من يتابع، من يتابع انطلاقة دوشة، ما شاء الله تبارك الله. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى الشخصية مع المركز الثاني لسعيد بن سالم بن علي الغيلاني، من يتابع انطلاقة شخصية، من انطلقت أيضا مع المركز الثاني ومع المركز الثالث، القدوم في هذه اللحظات من الوارية التابعة، التابعة لهجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضميري والتدريب، متعبة مع المركز
الرابع بالتحديات عوض بن عبيد بن رشاش البلوشي مع المركز الرابع ومع المركز الخامس. المركز الخامس نتابع ايضا الانطلاق المثير والاندفاع الرائع رهني الشكله محمد بن طالب بن عقيل النابت من يتابع انطلاقه الشكله والقدوم من الجانب الاخر. من الجانب الاخر نتابع سرابه لراشد بن علي بن خليفه الرميثي من يتابع هذا الانطلاق والتقدم من ملوح راشد بن علي بن خليفه الرميثي ايضا مع المركز السادس. سابع التحديات نتابع سمحه لحمد بن علي بن سويدان الكتبي يعلن انطلاقه سمحه ولكن لنا عوده مع المقدمه والمغادره للوحات الالف والمئتين. مشاهدينا متابعينا الكرام الصداره والمقدمه ما شاء الله تبارك الله دوشه على مقدمه هذا الشوط خليفه بن سيف بن محمد المنصوري. من يتابع انطلاقه دوشه ولوحه الكيلو المتر الاخير اللي غادرناها ايضا مع هذه التحديات المثيره والتغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمه ما شاء الله تبارك الله متعبه من الجانب الاخر بدات تتسلل. مشاهدينا متابعين الكرام تنطلق بالصدارة متعبة مع هذا التحدي المثير والرائع عوض بن عبيد بن رشاش البلوشي من يتابع هذا الانطلاق ومع المركز الثاني نتابع ملوح راشد بن علي بن خليفة الرميثي ومن الجانب الآخر أيضا سرابة دافع بثنتين بو علي راشد بن علي بن خليفة الرميثي ولكن انطلاق أيضا وتحديات سمحة حمد بن علي بن سويدان الاكتبي والقدوم من الوارية التابعة بالشعار ايضا هج الند الشباب تتسلل تنطلق مع المركز الثاني سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب واللحظات الاخيرة اللحظات المثيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام ما شاء الله تبارك الله صدرت الاوامر نتابع سمحة اللي انطلقت بالصدارة. تهانينا لحمد بن علي بن سويدان الاكتبي على فوز سمحة بالمركز الاول واللحظات الأخيرة سمحة تسمحت أمورها انطلقت بناموس هذا الشوط. تهانينا لحمد بن علي بن سويدان الاكتبي على فوز سمحة بالمركز الأول ولحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني ملوح راشد بن علي بن خليفة الرميثي. المركز الثالث تأتي في متعبة عوض بن عبيد بن رشاش. المركز الرابع شعاري هج الند الشباب ومع المركز الرابع انطلاقة ملوح راشد بن علي بن خليفة الرميثي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة 7 دقائق 58 ثانية هو توقيت سمح.